وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامج لقمة هنية معي أنا هبة مصطفى والشيف سارة براميني اللي أكيد دائما بتبدع في وصفاتها وفي أسرارها لطبخاتنا ولا الأطباق اللي بنحب نحضرها على موائدنا الرمضانية. ولا شك بالتأكيد أنه الأرز الأمريكي الحبة المتوسطة دائما هو سيد الموقف في كل وصفاتنا وبكل طبخاتنا وعلى مائدتنا الرمضانية بيكون متربع على عرشها بالتأكيد. يعطيك ألف عافية سراب، ويعني أبدعتي في كل الوصفات، واليوم أكيد محضرتي لنا وصفة شهية. إن شاء الله رمضان كريم وإن شاء الله شهر مبارك على الجميع، بتمنى الوصفات كلها تكون عجبتكم، واليوم إن شاء الله بدنا نعمل وصفة جديدة برضو كمان ندخل الخضار في أكلنا والرز. ونعمل الرز الحبة المتوسطة جنب الأكل. لا غنى عن الرز الأمريكي الحبة المتوسط اللي اليوم كمان موجود معنا في وصفتنا. البداية معك شف، بإمكانك تتفضلي بأول خطوة. أول خطوة إيش رح تكون؟ أول إشي بدنا نحط زيت المازولنا، زيت النباتي، أنتوا شو استعملوا. بدنا نحط بصل، اللي بحب يكتر بصل طبعا برجع له. تمام. وتومي شوي صغير بدي أحط تومي مهروسة طبعا. أيوة بلش أشعر إنها أنا بدي أضيف اللحمة. اللحمة فيها شوي صغيرة دهنة تعطيها تراوي، هاي الميزة. لحمة مفرومة طبعا. بدنا نحط اللحمة تعطيها تراوي. بدي أعمل حبة من الخضار، تشوفوا كيف إحنا فرغناها. هاي حبة كساية بدي احززها شوي صغيره بالسكينه هيك مشان يكون سهل اني اعملها زي داير هيك لم اللحمه. فرغتها بهاي الطريقه لحتى نقدر انه نفرغها، لانه اكيد شايفين هاي هيك الكساي سهل كثير ما بدها اي شيء. وبالنسبه كمان للباذنجان هيك كمان، يعني تقريبا انه مش على الاخر ولا انه يعني بدي يكون لانه بدوب اصلا في بس تحطيه بالفرن بدها تدوب حبه الخضره، فبدها تكون ماسكه حالها شوي مش هاي بدنا نطلع هاي الخضره اللي احنا بنطلعها بنحب انه نفرمها ناعم ونحطها مع اللحمه بصير برضه بنفع. طبعا اعملي حشوات يعني منها. أضيف هلا البندورة بس مش كلها طبعا، يعني نص الكمية. نص الكمية لأني بدي أطري الحشوة لحتى تتدبل كل الأشياء. تفضلي شوف. اللحمة غلط إني أنا أحرك فيها أضغط عليها هيك لأني أنا بنزل العصارة الموجودة فيها وأنا بدي أهضرها طرية، يعني لازم أتركها على حتى لو كانت ماسكة مع بعض. وغلط كمان أملح، لما أملح ما بتصير تتفتفت بسرعة، بتكون إيش ماسكة أو شادة زي هيك، بتصير زي قطع. يعني بدنا ندبل فيها مع بعض. هلا هاي الاستمية تبعت الخضار اللي انا جهزتها. الصينية تاعت الخضار اللي انا جهزتها اغطي مشان نستوي. بدي ارش رشة ملح وبدي ارش كمان فلفل وهي لسه مش محشية، يعني وهي لساتها سادة. بدي احط عليها شوية زيت زيتون وادخلها على الفرن بس شغلة 10 دقائق بس مش اكتر مشان تطرى. انه قبل ما نحشيها من الزيت عادي برجع له، يعني برضه مش انه انه لازم بس زيت. بدي اضيف زيت مازولا عشان ما يكونش انه بس زيت زيتون، ممكن انا اخلط من الجهتين برضه بصير. تمام. بدي ادخلها بس شوي صغيرة اشعر انه بس هيك تتدبل الخضرة بتطرى شوي. بتطرى شوية على اساس الحشو نجهزها للحشو. وهيك من
بعد ما تقريبا يعني تركناهم يعني تقريبا 10 دقائق بالفرن صاروا جاهزين للحشوة، صحيح شيف؟ هسه بدنا نبلش. تمام، نحط اللحمة في القوارب. نحتار كل يوم شو بدنا نعمل لهم، هاي وصفات بنعطيكم اياها تشكلوا فيها. وكلهم معظمهم يعني سريعين بياخذوش كثير وقت، خاصة اذا كنا عارفين المكونات تماما ومحضرينهم مسبق. يعني انا كأم بشوف الاشياء اللي اولادي اكثر شيء بحبوها، فاكيد رح يكون الغالبية هيك. طبعا هاي كمان الحلو فيها انها سريعة، يعني ما بتاخذ فترة طويلة على الغاز. لانه فعليا الحشوة يعني مستوية والقوارب نوعا ما كنا حاطينهم بالفرن. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اجهز البندوره والتوم اللي بدي احطها على الوجه. يعني لسه هيك ما خلصنا، بدنا نحط كمان طبقه نظبط نكهتها. احط لها تومه من نفس المكونات. تقريبا بدنا نحط شويه صغيره، طبعا هاد حار. اللي بيحب يحط حار بحط، اللي ما بده بيستغني. بدي احط شغله خفيفه هيك مشان النكهه تكون هيك يعني اقوى مع العناشف. خلص هيك ممتازه، لانه احنا ما بدنا تنشف. بدي احط على كل وحده على الوجه تاعها. شوف النكهات اللي بتصير، يعني لحم بندوره هاي لازم جنبها رز، لازم لازم هاي، ومش اي رز طبعا، الرز الامريكي الحبه المتوسطه. هاي الاكلات اللي ممنوع بدها رز حبه متوسطه. في كمان شيء اخر رح نحط عليه على وجهها. بدنا نحط الجبنه موزاريلا. يا سلام، اللي بحب انه يزيد بزيد، احنا بدنا نحطها انه كميه متواضعه. لها يعني هيك بتعطي. هلا من بعد ما تجهز يعني تقريبا كم بدها بالفرن؟ بدها ربع ساعة مش أكثر. لا لا تقريباً. ما بتاخذ، هاي من الأشياء اللي سريعة. بس طبعا تجهيزها بين ما تحفري الخضرة، تجهزيها، تجهزي الحشوة، تفلفلي رز وهيك، طبعا رح الفترة الزمنية تزيد. بس أكيد. هاي من الخيارات اللي احنا بنعطيها لست البيت اللي بتكون محتارة شو تجهز أو ملت من الأطباق الاعتيادية. تمام، هيك صارت جاهزة. هلا بدنا نعمل الصوص اللي بدنا نحطه عليها ونسلفرها وندخلها. بدي احط مية. مية سخنة؟ بس يعني مش انه بدها تكون غامرته، لا طبعا اقل. تمام، بدي احط ملح، طبعا احنا حطينا كثير هون فعادلوا الملح. بدي احط ربع البندورة، الصلصة اللي مية البندورة كل واحد له عليها. زيت الزيتون مرافقنا دائما في المطبخ الفلسطيني، كل وصفة لازم يكون. وهي دبس الرمان. حتى دبس الرمان كمان يعني صار يدخل بيدخل بكثير من الوصفات. بدي احركهم كثير منيح. نسكبهم على الصينية. نسكب على الاطراف لحتى على جنب. من أجود أنواع الأرز، الأرز الأمريكي من حقول كاليفورنيا، يأتيكم USA Rice الحبة المتوسطة. دللي أسرتك بأشهى الأطباق الصحية وأطيبها، صنعت بشغف وحب. USA Rice. بدنا نجهز الرز، صحيح؟ بدنا نعمل هسه الرز الحبة المتوسطة الأمريكي الحبة المتوسطة. نشوف كيف بدنا نعمله. نحط زيت، تفلفل طبعا، فلفل عادي بنفع لكل انواع اليخاني. وكنا ناقعينه احنا بمي سخنه للمقلوبه، لكل شيء يعني منيح، للمحاشي حسب الكميه اللي انا عملتها. بستخدم رز. هي انا حطيت الزيت، بستنى شويه، بحط الرز ملح والملح. وبدي اقلبه شوي صغيره واحط عليه مي مغليه واتركه لحد ما حبته تنفش تتفتح وتستوي 100%.
مشاهدينا صارت وصفتنا اليوم حاضرة على الطاولة بطريقة جدا مشهية وبطريقة جدا لذيذة. طبعا قوارب الخضار مع الرز الأمريكي المفلفل الحبة المتوسطة. يعطيكي ألف عافية شيف. الله يعافيكم، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. برد برجع بحكي اعملوا الوصفات ونزلوها في الكومنتات خلينا نشوفها. وما تنسوا تستخدموا الرز الأمريكي الحبة المتوسطة الملائم والمناسب لمختلف الوجبات والأطباق الشهية اللي كمان بيلبي احتياجات كل ست بيت وكل شيف لحتى تطلع الوجبة غير شكل. احنا ارضينا الجميع، دخلنا الرز الحبة المتوسطة لانه الناس في الوقت الحالي بيحكوا انه استعماله صار شوية الناس اتجاهها صارت الحبة الطويلة، ما وفي ناس بيحبوه ما زالوا الآن. هاي عملنا الوصفات، دخلنا الحب المتوسطة فيه وإن شاء الله إن وصفاتنا تعجبكم 100%. بالتأكيد إحنا بدنا نشكر كل المشاهدين الكرام اللي اليوم كانوا ويانا بهالحلقة. رح نطلع عليكم بالتأكيد بحلقات جديدة، وصفات جديدة حتكون حاضرة على موائدكم الرمضانية من برنامج لقمة هنية معي أنا هبة مصطفى والشيف سراب الرميني. إلى اللقاء.